الشيء الآخر الغريب الذي يخشى عليك منه أخي الحبيب، ممن أرسلت إلي ما أرسلت من تلك الرسائل تبصرني من عمى وتهديني من ضلال، جزاك الله خيرا. الشيء العجيب أني أخشى على أهل بيتك وأولادك أن تدخل عليهم يوما فيذكر الشيطان في بيتك فيقولون جميعا في نفس واحد رضي الله عنه، لأن الذي تركتهم يسمعونه يقول لهم في هنا معنى تاني. الحقيقة جميل إن احنا نقوله، خلي بالكم يا جماعة، إبليس كفر بربنا ولا ما كفرش؟ لا ما كفرش، إبليس ما كفرش. بص إبليس بيقول له إيه؟ خلقتني. يبقى هو اعترف بالله إنه هو خلق ولا لا؟ مش كده؟ قال خلقتني من نار، وإيه؟ وخلقته من طين، فأنت خلقتني وأنت اللي خلقته. وفي آية تانية بيقول له قال فبعزتك، مدرك عزة الله عز وجل ولا لا؟ وفي آية تالتة يقول له إيه؟ قال فأنظرني إلى يوم يبعثون، ما هو مش بإيدي، بإيدك أنت. فأنكر إبليس أن الله هو الخالق؟ أنكر إبليس أن الله هو الرب؟ لا، أمال أنكر إيه؟ مشكلة إبليس إيه؟ كان ينبغي على واحد من الناخبين أن يجعل مشكلة إبليس على رأس برنامجه الانتخابي. مشكلة إبليس إيه؟ رفض الطاعة. دي نقطة مهمة جدا جدا. أنت إله، أنت رب، لكن إله تقول لي اعمل كذا وما اعملش كذا، لا. توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية أن تؤمن بأن الله تبارك وتعالى هو الخالق المالك المدبر، وأنه منفرد بالخلق والملك والتدبير. الغريب أن الدعاة والكتاب الإسلاميين يركزون على توحيد الربوبية وكأنهم يكلمون أقواما لا يؤمنون بوجود الله رب العالمين. هذا التوحيد، توحيد الربوبية، لا ينجي من نار ولا يدخل جنة، بل كان متوفرا عند كفار قريش، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فهم يؤمنون بأن الله هو الذي خلقهم، وأن الله هو الذي خلق السماوات والأرض، ومع ذلك لم ينجهم هذا من النار ولم يدخلهم الجنة، بل هم الكافرون كما أخبر ربنا في كتابه المكنون. وأيضا يقول، وهذا سؤال أيضا مطروح، قال إن الصحابة كانوا يجتمعون رجالا ونساء في دار الأرض، فيؤكد ذلك بقول خلي بالك رجالة وستات مفيش حادث بينهم. كانوا كذلك يجتمعون في دار الأرقم ابن أبي الأرقم كما يقول، رجالة وستات مفيش حادث بينهم. وهذه كما ترى دعوة صريحة للاختلاط الصريح، وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة، إنه لا يوجد في السيرة ما يثبت أن النساء كن مع الرجال في دار الأرقم البتة، البتة، لأن الأمر كان على المخافة، وكانوا خائفين يترقبون وهم مرصودون. فما عرض النبي صلى الله عليه وسلم النساء للاجتماع به صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم بن أبي الأرقم. وحتى لو ثبت، فأين التدرج في التشريع حتى استقر الأمر على قول ربنا جلت قدرته، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. شيء آخر، خلوا بالكم، النساء ناقصات عقل ودين. امتى النبي قال الحديث ده؟ يوم العيد الصبح هو خارج من صلاة العيد، أول ما قابل الستات اللي طالعين من صلاة العيد، بالله عليكم يوم العيد الصبح والستات حضروا صلاة العيد، مش ما حضروش، حضروا صلاة العيد. النبي الحكيم الرحيم أول ما يقابل الستات، أول ما يقابل الستات يقول لهم أنتم ناقصات عقل ودين يوم العيد اللي هو يوم الفرحة. أنا عايز أقول لكم إن الموضوع مش ماشي. حسن، يوم العيد الذي هو يوم الفرح، يوم العيد اللي النبي صلى الله عليه وسلم الستات طلعوا جزاهم الله خيرا حضروا صلاة العيد، والنبي
الحكمة والرحمة قابلهم يقول لهم انتوا ناقصات عقل ودين، مش ممكن يكون المفهوم ده، مش ممكن، مش يمكن كان بيهزر معاهم. دعك الآن من الإساءة في قوله يهزر معاهم، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم بيهزر معاهم برميهم بالنقص في الدين؟ وهل يجوز إذا كان الأمر كذلك أن يهزر مسلم مع أخيه المسلم فيصفه بأنه ناقص الدين؟ هذا بهذا التأويل، هذا بهذا المعنى الذي قيل طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المعنى الذي ذكره صلى الله عليه وسلم لكي يبين معنى النقص في العقل والدين، فقال شهادة الرجل بشهادة امرأتين، فهذا نقص في العقل، لأن المرأة بعاطفتها مشغولة ببنيها وبناتها وبأمور بيتها، فهي لا تغشى المجتمعات ولا غير ذلك من تلك الأمور التي تحرص فيها على أن تكون واعية لما تسمع على نحو دقيق. فجعل الله رب العالمين شهادة الرجل بشهادة امرأتين، فهذا نقص في العقل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وتمكث الأيام والليالي لا تصلي عند الحيض، إذ لم يأمرها الله رب العالمين بأن تقضي ما فاتها من الصلاة لا في حال النفاس ولا في حال الحيض رحمة منه ومنها. فهذا هو الذي شرحه الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا قلنا إنه كنا يداعب استغفر الله النساء فيقول لهن إن كنا ناقصات عقل ودين فيصفهن بالنقص في العقل هزارا وكذا النقص في الدين هزارا، فهذا مما لا يجوز كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تملقا إلى النسوة. يقول أيضا في النقطة الثامنة مما استخرجه من دروس لست أدري إيش كان يتكلم، المهم يقول في أخطاء بتحصل رغم التخطيط، علشان نعرف إن تجربة النبي مش تجربة مثالية خالية من الأخطاء. إيش تجربة؟ تجربة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول في أخطاء عرفوا أي كفار مكان الغار، وسراقة عرف يوصل، في أخطاء بتحدث وفي فشل أحيانا بيحدث، 26 محاولة فشل، كل هذا الفشل ملحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان نتعلم حاجة مهمة أوي أوي أوي، ما نكونش مثاليين، ولو عايز تعمل نهضة تعرف إن طريق النهضة لازم تحصل فيه أخطاء، وإن اللقطات الفاشلة هي اللي هتعمل النجاح في الآخر، إن تجارب الفشل هي اللي بتقوي ظهرك لحد ما تعمل تجربة نجاح وتطلع منتج ناجح. هذا الكلام يقال لمجلس إدارة في مصنع أو في شركة يكون كلاما جيدا جدا بل ممتازا، وأما أن يقال تنزيلا على ما كان من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الإساءة والإسفاف بعينه. يقول حاجة بنتعلمها حلوة قوي، إن حصل أخطاء ولسه هيحصل في أحد أخطاء، عشان نتعلم إنها مش تجربة، أي تجربة النبي صلى الله عليه وسلم إنها مش تجربة مثالية، لا دي تجربة بشرية إنسانية. الذي يقول عن رسالة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما كان من شأنه إنها تجربة بشرية إنسانية، الذي يقول ذلك عليه أن يتوجه إلى لجنة الفتوى بالأزهر الشريف ليسأل عن حكم إيمان. يقول المعنى، شوفوا ماذا يا جماعة، السيرة مش اللي احنا بنحكيه بقالنا 17 يوم بس كنا بنحكيه حواديت، سيرة صارت حواديت، النهاردة بنحكيه في نقط عقلية تتكتب 1 2 3، مثل هذه النقطة الثامنة، أن الرسالة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم تجربة بشرية إنسانية، وليست حتى بتجربة مثالية، وإنما هي معرضة للأخطاء التي مر
الفشل الذريع. يقول: وأنا أسأل أخي الحبيب، يعني حاجة غريبة أوي، استقبلوا النبي بإيه؟ يقصد يوم الهجرة ووقع في خلط عظيم، إذ إن المحقق الإمام شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن طريق هجرته من مكة إلى المدينة على ثنيات الوداع، فلم يدخل المدينة من ثنيات الوداع، وما قيل من أنه صلى الله عليه وسلم استقبل بطلع البدر علينا من ثنيات الوداع خطأ محض، لم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بطريق الهجرة من جهة ثنيات الوداع. وارجع إلى زاد المعاد، يقول هو يعني حاجة غريبة قوي استقبلوا النبي بأغنية مش بقرآن، صح؟ والنبي مزعج، والنبي ما قال لهمش ايه الغلط، المفروض تستقبلوني بقرآن. يا جماعة الرؤية عندنا واسعة قوي. أي أيوة والله واسعة قوي. الفن الجميل اللي يعمل نهضة عايزينه، ومهم قوي، ومش ضد، ومش حرام كده، ومش حرام، بالعكس عايزين نكبره. انا فاهم كده، افهم كما شئت، ولكن حذاري ان تلبس على المسلمين والمسلمات. انا فاهم دخول النبي بالاغنيه دي معناه كده، معناه تقدير لقيمه الثقافه والفنون، ما دام بتخدم النهضه مش بتبوظ للنهضه. شفت المعنى الخطير دوًا؟ شفناه والله. ولا أدري حكاية النهضة هذه، أهي قصة الأفغاني قديمة؟ أهي قصة التحلل من دين الله رب العالمين ظاهرا وباطنا بزعم اللحاق بالأمم المتقدمة؟ قد يقول. بس أقول لكم كمان حاجة جميلة، سؤال للناس اللي عندهم سرعة بديهة وياخد 100 ريال بسرعة، الأغنية دي تألفت بدري ولا تألفت ساعتها؟ يقصد طلع البدر عليه، صارت أغنية بقدرة قادر من مؤلف وملحن وموزع وأوركسترا وما أشبه. يقول الأغنية دي تألفت بدري ولا تألفت ساعتها؟ قال واحد من الحضور المخدوعين ساعتها، قال له ساعتها إيه الدليل عندك؟ ها، إنه قال من ثنيات الوداع، فلو هو مألفها بدري هو ما يعرفش النبي هيخش منين، فطلع البدر علينا من ثنيات الوداع، يبقى الأغنية اتألفت في الحال، فبدأ الشاعر يقول، فاللي جنبه يقول، أنت متخيل الحالة دي؟ فاللي جنبه يقول، فبدأ الصوت يوصل، فالأطفال يقولوه، والستات يقولوه، فالصوت يعني، فكل المدينة كلها.